الحميدي مؤسس البراحة للألعاب الشعبية. الله، يحلو الألعاب الشعبية ويحلو ألعابنا التراثية. كانوا الأطفال يتجمعون بالبراحة ويلعبون بالفريج، وكانت فرحتهم هالألعاب هذه. فعلاً الألعاب التراثية لغة عالمية تهدف إلى ربط الموروث بالحديث بشكل متوازن، ونشجع الناشئين على ممارسة هذه الألعاب الشعبية للمحافظة على التراث. خلونا نسمع سوالف الدكتورة مريم. يا هلا ويا مسهلا فيكم من هالمكان الجميل المتنفس الحي. بصراحة أنا من حبي للألعاب اليوم جايتكم أيضا بحلقة جميلة مع الدكتورة مريم الحميدي، ورح نتكلم مجددا عن الألعاب الشعبية على قولتهم اللي ما له أول ما له تالي. خلونا نشوف هالطيبة الحبيبة اللي اشتقنا لها، شلونك؟ شخبارك؟ الله يسلمك. كل ساعة تفاجئيني بشيء، شنو هالأشياء الحلوة؟ شو نسوي؟ ألعابنا مقعد الضحى. يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله. أنت مصرة تغلبيني بهالألعاب الحلوة. لا إن شاء الله بتلعبيني وبتغلبين. إن شاء الله. تحقين أي لعبة تناسبني من هالألعاب؟ لعبة الخفصة وايد حلوة، من الألعاب القديمة. شلون الطريقة؟ الطريقة خلي أقول لك قصتها الأول. الله يا حليلة، شلونك؟ شنو هاللعبة هذه؟ هذه لعبة الدحروي. الدحروي الله، اليهال تسبقون في البرايح حوالين البيوت، فتلقينهم في سباقات بالدحروي. ما شاء الله. تعال تعال يما، تعال 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 أشوف. ما شاء الله تبارك. شلونك؟ شخبارك؟ زين؟ هذه الدحروي ها؟ نعم. لا صدق حلوة، وهذا من إنتاجنا ترى بعد؟ مطور. يلا مدام مطور، يلا العب، أبيك تغلب. يا حلوك. هذه شلون طريقة هاللعبة؟ هذه طال عمرك قصتها حلوة. الأول كان الأهالي لما يروحون الحج يجيبون لنا مراري المرية. نعم. تخبرينها ألوان، الخضر والأصفر والأحمر، وفي خرز كبار وخرز صغار. إحنا من كثر ما نلعب فيهم يتقصصون. أي نعم. لما يتقصصون ما نقطهم، نجمع الخرز الكبار والصغار ونخليهم، وفي البيت في الرملة نفسها نحطهم زين، ونخبصهم في الرملة. ما شاء الله. وبعدين بالقرى واحدة اللي توزع. حلو. تمام. ونبتدي نلقط. نلقط يعني يكون في مثل ما تقولين كل نلقط قد ما يقدر. نعم. الصغيرة نخليها بدرجة، والكبيرة بدرجة، واللي يجمع أكبر عدد مثلا الصغيرة واحد، رقم واحد، اللي أكبر الخرزة لا بنعطيه درجتين، فاللي يجمع أكبر عدد هو اللي فايز وهو اللي يعيد يخبص. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه اللعبة طورتها للمكفوفين. الله. واستضفناهم في مركز فتيات الخور. وحسبت حسابهم. وحسبت حسابهم وكيفت اللعبة لهم. الله. فحطيناها في كيس وحطينا داخلها سفنج وحطينا فيها. تمام. وموجودة عندنا في الانستغرامنا، إذا تقدرون ترجعون لبراحة الحميدي. أكيد. فموجود اللعبة شلون طوعناها حق المكفوفين وشلون هما ياخذون الخرز ويعدون وسووا بعدين. وسووا مسابقات واكيد جداً فازوا فيه. كانت ممتعه، جدا ممتعه لهم ولنا احنا بعد. بس انا في شيء شكلي باخذه منك. حلو. الحيله الحيله. اي لعبه القيس. القيس. لا بس صدق حلوه هذه اللعبه، اللي كنت انا بالفعل اتفنن بلعبتها. وهي لعبه جميله ولها خطوات ترى، يعني خطواتها جدا مثل ما تقولين ورا بعض في نفس الوقت، لازم لو طاحت الحصى على أي خط من الخطوط خلاص. إيه. انقتلتي. وبعدين لما نحجز البيت لازم تشقيحين البيت، يعني تشوفي لياقة بدنية عالية تحتاج. صح. إيه. صح صح صح. اللي ما يشقح خلاص يغلب. لا أنا كنت أشقح. حلو. وهذه سميناه قيس ضبوي، لأن الشخصية الرئيسية ضبوي اللي تحب لعبة القيس. ضبية. ضبية نعم. الله. الاسم ضبية. يعني الحلو إنه في كل لعبة إذا كانت حق بنت أو حق ولد مسميه اللعبه للولد باسامي، وحق البنت مسميتها باسامي، حتى اللي بياخذ هاللعبه يستفيد اصلا منها ويعرف شنو معنات اللعبه. نعم. ونجذب الجيل الجديد حق الالعاب لانهم يحبون الالعاب. كلميني عن انت سفيره، فكلميني عن
انك انت نلتي هذا الشرف. طبعا انا قلت لك هي مرخصه دوليا للمسؤوليه المجتمعيه، يعني رخصه دوليه في المسؤوليه المجتمعيه، حصلت على هذا اللقب من خلال اللي هو المسؤوليه المجتمعيه، فتم اعطائي لقب سفير اممي للتنميه المستدامه. نعم. لانه يهمنا التنميه المستدامه طول العمر، يعني ما مو بس فتره وتنتهي. مثل ما تراثنا موجود الحين يهمنا انه ينوجد بعدين ويستمر. نعم. كذلك اي شيء مثلا الحياه اخذ انا قدري منه واخلي القدر الاخر لاجيال المستقبل. نعم. فالتنميه المستدامه يعني مجال كبير، ممكن في الزراعه، ممكن في الصحه، ممكن في مكافحه الفقر، يعني هي لها كذا اوجه. نعم. فعلى هالاساس يعني. بس صراحه يعني شيء جميل احنا نفتخر فيه. كم وحده من قطر؟ والله كثير كثير، احنا مجموعه كبيره في التنميه في المسؤوليه المجتمعيه. الله. وفي التطوع كذلك، يعني لازم تترك اثر، لازم تترك اثر لمجتمعك. اذا الله. ما كان لك دور في المجتمع معناته ما لك دور في الحياه. تمام تمام، شيء طيب هذا بصراحه، إنجاز جميل اللي قاعدين ينجزونه سيدات قطر الرائعات بهذا المجال وفي كل المجالات الأمانة. شيء جميل، إحنا فخورين بهذا الشيء، وفخورين أيضا بالبنت الخليجية لما يكون عندها هذا الطموح وتوصل إلى مستوى وايد حلو، فهذا شيء طيب صراحة، تشكرين عليه. هذه اللعبة حاسة أن وراها إنه لا، هذه نفسها اللي قبل لعبناها كانت لعبة الرين. إيه؟ وطوعناها بطريقة معينة بحيث تكون منتج. هذه القديمة. هذه القديم، وقلنا وكانت يا بالحصى، في ناس يسميها عنبر. نعم. وفي ناس يسميها رين، يختلف المسمى حسب المكان والمنطقة. حلو. لكن هي نفس اللعبة بالكرة تقطينها، وأغلب شيء هي لعبة للبنين أساسا يعني. حلو حلو تمام. في لعبة قدامها كأنه هذه الدوامة. الدوامة زين، اي هذه يلعبون فيها، يتبارون فيها الشباب. الدوامة يلفونها وبعدين يقطونها في مكان بحيث يكون نفس البلاط او نفسه بحيث تتحرك الدور وبعدين يشلونها، لها طريقة معينة. الشباب ما شاء الله مختصين فيها يعني. ما شاء الله تبارك الرحمن. سؤال صغير، ليه قالوا ليلة العيد؟ او ليه قالوا العيد؟ نعم. إنزين يقبل علينا العيد، في ألعاب معينة تحسين؟ قديما ما في ألعاب معينة، بس كان في عيد الأضحى كنا نسوي اللي هي الحيبية. أي الحيبية؟ الحيبية كنا نحط العشب، لا ونراعيه شهر قبلها بشهر. الله. نحط القمح أو الشعير حيث أن نسوي الحية. وآخر ليلة عيد الأضحى نغني يا حيتي يا بيتي، راحت حية يا حيتي يا بيتي، حية أمي راحت حية ويا تحية على درب الحنينية، عشيناك وقديناك ويوم العيد لدعين علي، وبعدين يقطونها في البحر. الله. بس شوي احنا كنا نقولها يا حيتي حية أمي حية أبوي، تختلف ممكن من منطقة لمنطقة يعني. عيديها مرة ثانية. يا حيتي يا بيتي، راحت حية وجات حية على درب الحنينية. أعتقد هذه الدرب اللي هو درب الحجاج، لأنها كانت تقال وقت الحج، وقت عيد الأضحى، يمكن لها ارتباط بالحجاج. إنزين. على درب الحنينية، هذه أكيد لها مسمى يعني. نعم. عشيناك وغديناك بمعنى أن احنا يعني اعتنينا فيك لمدة شهر، وش بعدين يقطونها يقول لك نهار العيد لا تدعين علي، يعني نحن اعتنينا فيك فلا تدعين علينا. سبحان الله. الله يعني. سبحان الله. أكيد لها يعني لها معنى، لها مغزى، لها عمق يعني. أكيد أمهاتنا يعرفون، أنا وعيت عليها لا يعني فترة بسيطة، بس أكيد أمهاتنا يعرفون يعني. أنا أتذكر حصة العلوم في المدرسة. كانوا دائما يقولوا لنا يبوا لنا زرعة تكون مزروعة من البيت. فكان بالفعل أسهل شيء قطن طويسة كذي صغيرة. صحيح. تحطون الشعير، تحطون القطن، تحطون الماي، ترى ثاني يوم يطلع. صحيح. وهذا اللي نسوي. سبحان الله. نسويها قبلها بشهر، ليش؟ لان انا من هي اطول واحده يعني عندها، وفعلا يطول. لازم تراعينها كل يوم ماي، لازم تراعينها لان هاي فيها تنافس. الله. من احسن حيه عندها، تبارك الرحمن، حيه عندها. انا قاعده اشوف في يافطات انت كاتبه عليهم يعني الدحروي. الدحروي اي، هذه لعبه الدحروي. والاساسي الاصل اللي هو الرنج. زين. كانوا يسوونه دحروي وهذا الاساسي الصحيح.
الثاني مطور اللي طورنا فيه، سوينا أكثر تقريبا من 12 نوع من عمر سنتين ولين فوق. تخيلي هذه يتسلون فيها بالأول ويلعبون الصبيان وما شاء الله يضيعون وقت حلو. صحيح، ويتسابقون ومنافسات تصير فيها. تسوون مسابقات إلى الآن؟ يسوون مسابقات فيها إلى الآن. تسوون إلى الآن؟ نعم، الألعاب هاي دشت المدارس، قلت لك كان ينقصنا وجود الألعاب هذه. إنزين. عشان تدش المدارس، فلما فكرنا خارج الصندوق وصنعنا 12 نوع دحروي وسوينا الصبة صار يلعبون فيها، وفي عندنا وحدة متكاملة يعني تيجي مع وقت اليوم الوطني. حلو. فيفعلون فيها هاي الألعاب، وكذلك في وحدة الاجتماعيات يفعلون هاي الألعاب التراثية. ما شاء الله الشعبية. تبارك الرحمن. وهذا اليافطة؟ هذه هي لعبة الخبصة. لعبة المراري اللي قلتش نعم. عنها. نعم المراري نعم. في بعد يعني استاندات تكتب عليهم، شنو بعد الأسامي اللي كنت في عندك؟ اللقفة. اللقفة شنو هي ذكرين اللي يعني؟ الحصى، خمس حصوات. إيه؟ تقطينها وتلقفينها فوق. أنا ألقفها ولا أقطها على حد؟ تقطينها على الأرض وتلقفينها واحدة واحدة، فيها خطوات لها خطوات معينة. أنا بعطيك الحين اعتبريها يلا. هذه خمسة. إيه؟ خمسة. هي كانت اللعب كذي، تنقاط تمام وتاخذين واحدة. أوكي. تنتين، ثلاث، أربع. هذه الخطوة الأولى ترى. الخطوة الثانية بتقطها مرة، شوفي عاد هني صعبة، بتقطها مرة ثانية زين. هذه الخطوة الثانية تمام. تنتين. الله. شوفي كم خطوة لها. بعدين الثالثة شوفي هني، إذا صادتها أنا غلطت خلاص ما صدت، هاي الحين تروح حق الثانية. الله. فهذه الخطوة الثالثة ولازم تمسكينها، إذا ما مسكتيها غلطتي تروح للرابعة كذي يعني. يا رب انجح يا رب. يا رب انجح. راح تنجحين إن شاء الله. لا انزل هذا شوي، حطيناها كذي. أيوة. أوكي خذينا واحدة. أيوة. بعد ما أخذنا واحدة ارفعيها والقفي الثاني اللي على الأرض. وي يلا. لا لا شفتي تحتاج التوافق العضلي العصبي بين العين واليد. يا ربي يا ربي. شوف نشوف مرة ثانية. يا ربي لازم ألعب هاللعبة عشان شوية أنشط المخ وأنشط الذاكرة. سامحيني دكتورة أمانة إذا فشلت عادي ترى مو غلط. لا عادي عادي بالعكس. يلا وي وين خامسة؟ يكفي لنا شرف المحاولة صح ولا لا؟ والله طبعا إيه يعني مثلا جميل بالعكس كملي جميل. أقولك شيء؟ إيه تفضلي. أنت الحين أعطيتيني شيء خليتيني أفكر واسترجع واحب العب هذه اللعبه حتى بالبيت. ان شاء الله بتلعبينها. زين عشان اقدر انشط ذاكره. انا اتذكر كنت العب هذه اللعبه. وعلى فكره انتجناها وسويناها منتج بعد. بعد؟ نعم. لا لا منتج البراحه هذا شيء فظيع. براحه لان الحميدي. انت اذا ما لقيت المواد اللي تلعب فيها ما راح تلعب وراح تندثر. اي والله صدقتي. والحمد لله اخذت عليها جائزه المركز الثاني في تطوير الالعاب الشعبيه. وي يا دكتوره انت مو تستاهلين جائزه، انت جوائز الدنيا كلها. انا يكفيني اني اخلي الناس تمارس هذه اللعبه، هذه تكفيني يعني. اي والله شيء طيب للامانه. لانك تسترجع تراثك وتخليه مستمر ودائم. نعم. على كثر ما أحب التراث، ويمكن حتى بالكويت أسوي برامج غنائية تراثية، أحب الشكل الصح، أحب الثوب النشل مثلا، أحب في وايد تفاصيل حلوة، المقمش، الذهب، المرية. صحيح. حتى للحين أنا أحب المضعد. أي تراث يعني هذا القديم. صحيح تراث. إنزين يعني الشيء القديم أحب المرية.
والمرية ما شاء الله الحين أنواع. يعني تخيلي حببتيني بالألعاب أكثر وخليتيني بالفعل لو احتجت حتى معلومة في برنامج أو شيء أكيد راح أستعين بالله ثم فيك في أمور كثيرة. يعني الله بالعكس نتشرف. يعني إحنا فخورين وايد بوجود واحدة مثل حضرتك وأيضا بعض السيدات اللي ماخذين نفس المجال. الأمانة جزاك الله خير، الشرف لنا طالعة. سلمك الله يحفظك. إذا إحنا تكلمنا الحين شوية أعطيني تفصيلة على القيس. إي طبعا القيس بالنسبة حق القيس في أكثر من نوع. هذه النوع نسمي النوع العادي والثاني قيس بودبة. أيه؟ إنزين أيه؟ الثاني عبارة عن مربعات، ست مربعات ومربع برا اللي هو الدبة. دبة إنزين؟ فكل قيس له خطوات معينة ولا يعني تكنيك معين بحيث أنه يعني ممكن يفعل عنصر من عناصر اللياقة البدنية. مثلا القيس يساعد على قوة الأرجل لأنه في نط وفي وث فيعطي قوة للأرجل. كذلك يعطي رشاقة لأنه في تنقل من مكان للثاني. وفي نفس الوقت إذا عندك مثلا أنت حجزتي هذا البيت لازم الثانية تنط. الله. إيه إذا قطت الحصى على الخط خلاص انتهى دورها، الثانية أخذت الدور. إذا مثلا قلطت مشكحت صح الثانية تأخذ الدور. إنزين خطوات كثيرة وحلوة صراحة. الله. وممتع القيس بأنواعه يعني. يعني بصراحة أنا أتذكر يوم كنت ألعب كانت على ست أو ثمان مربعات. أي هاي النوع الثاني. النوع الثاني ثمان مربعات اللي حي رجل 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 بعدين أثبت برجلين بعدين أكمل وتكملين الحصات طالعين من وراء الدبة. ذكريني لما مثلا رقم اثنين إذا كان محروق خلاص إكس لازم أخطرها، لازم تشقحينها. يبو يا بعد أشقاح. لا ولاحظي هذاك النوع بريل واحدة تشقحين مش بريلين. لأن الحصات حركينها بريل واحدة فتشقحين. طيب عندي سؤال واحد. إيه؟ شنو الحريم الكبار أكثر شيء تحسين بعيونهم شو تذكرون؟ والله تشوفين بعيونهم حنين الذكريات. الله. الحنين للماضي. الله. البحار في سفينات الماضي. يعني الحين أنا لما جيت هني متنفس الحي هالمدرسة درست فيها تقريباً لصف ثالث. ما شاء الله ثالث ابتدائي. ذكريات يعني. ذكريات فاسترجعت الماضي وعبق هذا الباب الماضي. تطلعين منه؟ هذا الباب لأن جهة بيتنا هذا الباب اللي أجي منه. الله تبارك الرحمن. دخلتي وطلعتي من هذا الباب. صفك وينه؟ صفي ما أذكر وأنا صغيرة يعني بس إنه تذكرت كني نركض من البيت مشي يعني. الله. فسبحان الله كل مكان لا تاريخ يذكرك. كنت تسوون طابور الصباح وكله برا نلعب برا هني. يعني أيام حلوة صراحة. ما شاء الله تبارك الرحمن. عمرنا ما رح ننساها. الله. رغم صغرنا يعني في السن. شيء جميل. نعم. ليش أطلقوا عليه المتنفس الحي؟ لأن هني صار مقعد الضحى فصار متنفس للنساء لكبار السن وللبنات اللي في المجتمع وللسيدات فصار متنفس للجميع.
يلم الجميع. قاعدة أشوف إن حتى في سيارات موجودة باسم مقعد الضحى، صحيح. تجيبون فيها السيدات الكبيرة من نعم. بيوتهم. نعم، يجون هما السيدات الكبيرة ويقعدون ويسولفون ويتسامرون، وممكن يسوون أشغال يدوية، وممكن مرات يطلعون زيارات، يعني ترفيه لهم. ما شاء الله تبارك الرحمن، جميل هذا المتنفس، المتنفس الحي فعلا. من الاسم فيها شراحة، شراحة قلب، اسم متنفس وشراحة بال أمانة. صحيح. الله يشرح قلبكم وبالكم. آمين. على هالمكان الجميل. اللهم آمين. وأيضا شكرا للدولة إنها احتفظت بهذا التراث الجميل الغني الموروث الشعبي الجميل اللي لازم الكل يعرفه. صحيح. وإن صحيح. هم يدرس. صحيح. شكرا على هذا الاهتمام، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم وشكرا لاستضافتي حبيبتي. تستاهلين كل خير، والمعلومات القيمة التراثية اللي إحنا أخذناها، وأكيد القعدة ما تنمل منها، ورح نقعد معاك أيام وأيام إن شاء الله. حياكم الله أي وقت. شكرا لك دكتورة. شكرا لكم، حياكم الله. الله يحفظك. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، كنتوا في المتنفس الحي اللي فيه كلها الراحة، وتشوفون الأشياء الحلوة القديمة التراثية، فعلا مكان ما ينمل منه. شكرا لكم من القلب على متابعتكم الحلقة، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا ويانا. تحياتي.